سلام عليكم، عليكم السلام حياكم الله سماحة الشيخ محمد، سيد كارم. حياكم الله. أحببت أخابر جنابكم في أمر مهم. أهلا ومرحبا بكم. أنا يا شيخ استنبطت دليل على إمامة الإمام علي سلام الله عليه من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإذا رجعنا إلى آية الولاية تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فأولى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا. وإذا رجعنا إلى آية الولاية الذين آمنوا هو الإمام علي سلام الله عليه. وإذا قلنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ذرية إبراهيم المؤمنين هو علي بن أبي طالب، وهو أولى الناس بإبراهيم. ما رأيك يا سماحة الشيخ محمد؟ أحسنت. أنا الذي استنبطت هذا من الدليل على إمامة الإمام علي سلام الله عليه من القرآن. نعم. ما رأيك يا شيخ محمد؟ أحسنت يا شيخ محمد، ده هذا تلاعب بكتاب الله ورب الكعب. اللي أنا عملته ده تلاعب، وكأن الشيطان أوحى لي أن أفعل ذلك. هذا تلاعب بكتاب الله. أحسنت يا شيخ محمد. هل استدل علي بهذا الكلام الذي أقوله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل على إمامة علي؟ متى تفيقون يا شيخ محمد ولا تتلاعبون بكتاب الله تبارك وتعالى؟ أنت فرحان أوي. أحسنت يا شيخ محمد. سيدنا انت سيد كاظم الموسوي يا شيخ. شفت يا شيخ، علشان انا داخل باسم سيد كاظم حضرتك كل كلامي بص قران. انا سني يا شيخ محمد، واتصلت وعملت هذا لابين لك ان كل ادله الامامه عند الشيعه من القران ادله واهيه لا يصلح الاستدلال بها، لان علماء الشيعه كان في قلوبهم زيغ حينما كانوا يستدلون بالمتشابه على امامه علي كايه الولايه او ايه الابتلاء او ايه المباهله. انت شيطان وليس انسان. أعوذ شكرا. دلوقتي علشان دلوقتي أنا قلت لك لا أنا سني، قلت لي أنا شيطان ولست إنسان. ومن شوية ما أنت كنت بتظن أني سيد كنت بتقول لي أحسنت. أغلى هرب والله. أعوذ بالله من علماء الشيعة. من قليل أحسنت سيدنا وما عرف إن أنا سني. أنت شيطان ولست إنسان. وده دينك يا شيعي، دول اللي بتاخذ منهم دينك. لو انت افقت من يدهم الان هيقولوا عليك شيطان ايضا. وانا اقول لك افق، وان قالوا عليك شيطان ستكون عابد للرحمن ان افقت من يد هؤلاء المعممين. اللهم ادعهم الشيعة من ايدي هؤلاء وخذ بايديهم الى نور مذهب النفس المطمئنه مذهب اهل السنه والجماعه. كان معكم شيخ الشيعة الخطيب الحوزوي المعروف الشيخ محمد العقيلي.